ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمتزج بالروح والضلوع امتزاجا، وتكون لكل خير سلما ومعراجا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وخليلنا وأستاذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أطلعه الله على ظلمات الشرك سراجا، وأمره بمحاربة أهل الكفر والضلال حتى دخلوا في دين الله أفواجا. صلاة وتسليما نستمطر بها العفو وتستنتج بها الغفران استنتاجا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من عذاب النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، لأن الله عز وجل جعل لعباده المتقين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. معشر المسلمين، في هذه الجمعة المباركة سنعيش مع هذا العنوان تحت قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآية الكريمة جاءت في سورة النور، قال تعالى: